انطلاقتنا في هذا في أم الربيعين للإعمار والنجاح اللي قاعد نلاحظه حقيقة بهذه المدينة والتطور السريع اللي قاعد تشهده هذه المدينة. احنا نمثل 26 منتج عالمي تخص مواد البناء. طبعا هاي المنتجات واحدة تكمل الثانية، من أندر جراوينج الفايبر جلاس إلى تقفيل المفتاح السيراميك والبورسلين والى اخره. نحن شركه دار النخيل الهندسيه، فشارعنا الرئيسي بالامارات، حاليا فتحنا الفرع الوحيد اللي هو هنا بمدينه الموصل بالعراق. هو هاي المشاركه الاولى لنا بالمعرض. نحن شركه هندسيه عقاريه قانونيه، وظيفتنا بناء الأراضي السكنية، دور وعمارات وكذلك روضات ومشاريع كبيرة، بالإضافة لأنه قسم العقاري يوفر بيع وشراء الأراضي السكنية، بالإضافة إلى التزويج الإلكتروني لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ذلك لدينا قسم قانوني مختص بالأمور القانونية الخاصة بالبناء، استحصال بناء إجازات البناء، كذلك تحويل الأملاك الأراضية وغيرها من الأمور. حققنا مبيعات يعني غير المتوقع، يعني انه بهاي المحافظه يعني. ومشروعنا هي عباره عن روبوتات، المصنع يتكون من روبوتات بشكل 100%، هي المانيه المنشا كمصنع وكمواد اوليه، مواد اوليه عاليه الجوده. وانت تعرف انه الروبوتات لا يقبل الخطا بخلط المواد الاوليه لصنع هاي المواد. وموادنا هي 16 ماده، يعني حاليا ينضاف مواد اخرى، يعني كل فتره يضيفون ماده. الموصل همين نحب ندخل، وهذا اول مره نشارك بها، لكن هيئه استثمار الموصل متوقفه حاليا لان ما بها رئيس هيئه. فنطالب الجهات المعنيه وسيده المحافظه انه يحددون رئيس هيئة وينتخبون بها إن شاء الله، حتى نعجل حركة الإعمار بالموصل إن شاء الله. عندنا مجمعات اثنين مقدمين عليها وننتظر الموافقات، بركض على رئيس الهيئة استثمار يجي ويكمل الإجراءات إن شاء الله.